الأكبر منذ سنوات، مداهمات أمنية واسعة في منطقة البتاوين واعتقال شبكات للمخدرات والجريمة. خطوة لإنهاء الخلافات، كردستان تحول وارداتها غير النفطية للمركز، والبرلمان ينتظر جداول الموازنة. الخلافات ترحل انتخاب رئيس البرلمان للفصل التشريعي المقبل، وحراك لتعديل النظام الداخلي للمجلس. شهداء بقصف إسرائيلي في رفح، احتدام المعارك وسط غزة، والاحتلال يناقش صفقة تبادل الأسرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار مفصلة من قناة الرابعة، وإلى التفاصيل حيث نبدأ نشرتنا من الملف الأمني. ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البتاوين في بغداد بشكل دقيق. الشمري شدد على ضرورة العمل وفق الخطط التي وضعت لإنجاح العملية التي تهدف إلى إبقاء القبض على مطلوبين والمخالفين، وفضلا عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة بشكل دقيق. إلى ذلك، كشف الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري عن اعتقال عدد من العصابات وشبكات المخدرات خلال العملية الأمنية في منطقة البتاوين. مقداد ميري في مؤتمر صحفي أكد استمرار العملية الأمنية في البتاوين لعدة أيام، ومشيرا إلى إطلاق عمليات أمنية أخرى مشابهة لملاحقة المطلوبين والعصابات. إلقاء القبض على الكثير منها شبكات للدعارة وشبكات للمخدرات، عصابات جريمة منظمة، عصابات التجار بالبشر، مخالفين لقانون الإقامة، تم ضبط الكثير منهم مخالفين لقانون الإقامة أجانب وعرب، ضبط معامل غش صناعي، شركات حوالة داخلية وخارجية وهمية، مذاخر ومختبرات غير مجازة، مكاتب نقل بضائع غير مجازة، وأيضا مخالفات أخرى كثيرة نتجت عن هذه العملية. العملية ستستمر لعدة أيام، وهي الأولى منذ عدة سنوات بهذا الحجم لوزارة الداخلية. اليوم شاركت أغلب الصنوف الاستخبارية والخدمية والأمنية في هذه العملية. ستكون هناك أيضا عمليات أخرى في مناطق أخرى، وأؤكد أن العملية ستستمر لعدة أيام. إلى هذه اللحظة أهدافها ناجحة، أهدافها محققة، وكانت عملية موفقة بناء على تقارير استخبارية دقيقة. هذه العملية جزء من الإجراءات الاحترازية لوزارة الداخلية لمنع وقوع الجريمة. نعم، ستكون هناك عمليات في مناطق أخرى سواء في بغداد أو خارج بغداد. أي مكان هو يشتبه أن يكون محل لوقوع الجريمة ستصل إليه قطاعات وزارة الداخلية. في الأثناء، أكد قائد شرطة بغداد الرصاف القبض على 207 متهمين ضمن العملية الأمنية في منطقة البتاوين وفق الإحصائيات الأولية. من جهته، قال قائد عمليات بغداد الرصاف إن عملية البتاوين الأمنية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة. في ورود معلومات استخبارية دقيقة عن منطقة البتاوين المحلة 101، شرعت قطاعات قيادة عمليات الرصافة والقطاعات الملحقة بها في تنفيذ عملية أمنية واسعة ضمن هذه المنطقة، بدأت من الساعة 500 هذا اليوم وبإشراف شخصي من قبل السيد وزير الداخلية المحترم. العملية أمنية خدمية رافقت العملية كوادر أمانة بغداد بكل صنوفها ووزارة الكهرباء والصحة. الحصيلة الأولية للعملية هو تم إلقاء القبض على 207 مخالف وفق مواد مختلفة، تم ضبط أسلحة مختلفة، تم ضبط مختبرات ومصانع وفنادق غير مرخصة ومكاتب لتحويل العملة من قبل الجريمة المنظمة. الحصيلة الأولية 207 مخالف لحد الآن، والعملية مستمرة.
نفت خليجة الإعلام الأمني حدوث اشتباكات مسلحة في منطقة الطارميجة شمالي بغداد. الناطق باسم الخليجة العميد مقداد ميري فالندم نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت أنباء عن وجود اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب مع عصابات داعش الإرهابية في الطارميجة. عثرت قوات الحشد الشعبي على 5 أوكار لداعش الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين. بيان لإعلام الحشد ذكر أن عملية أمنية شرعت بها قوى أمنية لتتبع خلايا داعش الإرهابي في منطقة الغيث شرقي المحافظة، حيث أسفرت عن عثور على 5 مضافات تحتوي على مواد طبية ولوجستية وعدد من الأسلحة والأعتدة. أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق إرسال الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية. وذكر مجلس وزراء الإقليم في بيان أن وزارة المالية والاقتصاد قامت بإيداع حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المحققة في الإقليم بحساب وزارة المالية الاتحادية. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعد مبادرة من الإقليم لحسم هذا الملف والانتهاء من مشكلة تأخر رواتب موظفي كردستان. رجحت مالية البرلمان إرسال تعديلات جدول الموازنة للعام الجاري من قبل الحكومة خلال الفصل التشريعي المقبل. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن لجنته ليس لديها أي معلومات عن انتهاء الحكومة من إجراء التعديلات على الجداول بالرغم من مشارفة الفصل التشريعي الحالي على الانتهاء، مبينا أن العمل بتمويل المشاريع سيقتصر على تلك التي حددت وفق تداول الموازنة الثلاثية التي أقرها البرلمان العام الماضي. معالجات مختلفة تبحث عنها الحكومة لمواجهة العجز الكبير الذي ترتب على موازنة 2024. ما هي هذه المعالجات؟ والحديث عن الاقتراض رصده لنا أحمد ليث في هذا التقرير. 80 تريليون دينار هي نسبة العجز في موازنة 2024 التي تبلغ قيمتها الكلية 228 تريليون دينار. فبتوسع القاعدة الوظيفية نتيجة التعيينات مع ارتفاع النفقات الحاكمة التي أثقلت الجانب التشغيلي في الموازنة الاتحادية نتج هذا العجز الكبير. الحكومة حقيقة الآن وضعت الجداول الموازن ل 2024، في ذلك ظهر عندنا هذا ما سميته أنت في سؤالك هو العجز الافتراضي. العجز الافتراضي إجا من خلال تشغيل يعني كثير من الأيدي العاملة من الكفاءات من الشهادات العليا. التوجه إلى دعم القطاع الخاص
والاهتمام بإيرادات الدولة المالية بمجالاتها المتعددة وعدم صب التركيز على التوظيف الحكومي، معالجات قد تكون هي الأقرب لتقليل نسبة العجز في موازنة العام الحالي وتجنيب الحكومة أيضا من اللجوء إلى عملية الاقتراض مستقبلا بحسب توقعات اقتصادية إذا تم العمل بها. موازنة العراق في كل عام هي يكون جزء منها هو شكل عجز أو ديون محلية أو ديون خارجية، وهذه ربما تحاول أن تجعل عجلة الاقتصاد والعجلة السياسة المالية داخل العراق في تراه في مكان واحد، لأن لابد أن ترسم هناك سياسة اقتصادية وسياسة مالية لاستثمار الموارد العراقية الوارد والمدخل والمخرج من الوضع الاقتصادي. ويتوقع اقتصاديون بأن قيمة العجز في موازنة 2024 قد تقل بضغط النفقات التشغيلية وتعظيم موارد الدولة ودعم القطاع الخاص تدريجيا بمختلف المجالات. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. وللحديث أكثر ينضم إلينا من السليمانية عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي. مساء الخير سيد أحمد. يعني اليوم حكومة الإقليم سلمت إيراداتها غير النفطية ببادرة منها إلى الحكومة الاتحادية، ما هو تقييمكم لتلك الخطوة في إنهاء الخلافات المستمرة ما بين المركز والإقليم؟ يعني بصراحة نحن نرى عدد من المتغيرات الإيجابية في رسم علاقة مستقرة بين إقليم كردستان والحكومة في بغداد. يعني بصراحة ربما الفضل الأكبر يكون للسيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء، يصير بخطوات جيدة، أصبح هناك الآن سياسة جيدة للدولة العراقية تقوم على تصفير المشاكل داخليا، إدارة جيدة للملفات خارجيا، وهذا يعني سينعكس بصورة إيجابية على واقع ومستقبل العملية السياسية وتطوير الاقتصاد العراقي أيضا. نعم. لذلك فيما خص يعني هذه الجزئية، نعم هناك يوم أمس كان هناك اجتماع لمجلس العراق الآن، يعني هناك الاتفاق على آليات تسليم الإيرادات غير النفطية. أيضا موضوع الإيرادات النفطية أيضا، وهذه يعني الآن هناك بعض المتغيرات الجديدة بعد قرار محكمة باريس، وأن شركة سومو هي التي ستشرف على الملف النفطي. ربما بعد زيارة الرئيس التركي في الأيام الماضية إلى العراق وأيضا زيارته إلى إقليم كردستان، سيكون هناك استئناف لتصدير نفط إقليم كردستان ونفط كركوك عبر ميناء جيهان. نعم. عبر الأراضي التركية. في تلك الفترة لن نكون أمام مشكلة، الواردات النفطية ستكون يعني في الخزينة الدولة العراقية. نعم. يعني سنتحدث عن موضوع النفط وحول قانون النفط والغاز، ولكن دعنا بالبداية نتحدث يعني المشاكل ما بين الإقليم والمركز هي مشاكل متوارثة، بكل يعني حكومة جديدة تعود المشاكل للظهور مرة أخرى. على من تقع اللائمة، على الإقليم أم على المركز؟ من الذي يقوم باصطناع هذه المشاكل والتوتر ما بين الإقليم والمركز؟ يعني لكي أكون محايداً وأتحدث بصراحة، ربما يقع على الطرفين، يعني لن أنحاز إلى حكومة الإقليم ولا نتحدث يعني ولا ننحاز إلى الحكومة في بغداد، لنتحدث بصراحة القصور يتحمله الطرف، يعني ربما في مراحل عديدة كان المواطنين هم ضحية لهذه الخلافات الموجودة بين الحكومة في بغداد وحكومة إقليم كردستان. الآن نحن أمام مرحلة جديدة، يجب أن نستفاد من أخطاء الماضي. أنا قلت لحضرتك يعني الأمور قابلة للحل، يعني ليست بتلك الصعوبة، نعم الصعوبات موجودة، ولكن الآن هناك أسس لعلاقة مستقرة سياسيا واقتصاديا بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. المؤشرات جيدة يعني، ولكن نضع الأمور في نصابها. أنا أتحدث عن بدايات جيدة، نتمنى أن تتبلور إلى تمكينها والتأسيس لعلاقة اقتصادية وسياسية مستقرة، يعني غير قابلة إلى المد والجزر الذي كان سمة هذه العلاقة يعني منذ بداية انهيار، يعني منذ بداية النظام، انهيار النظام يعني صدام عام 2003 وثم إقرار الدستور. يعني الدستور فيه تفسيرات متباينة، لم نستطع على الرغم من الدستور العراقي واحد من أفضل التساتير لو قارناه بالتساتير الأخرى، ولكن هناك علاقة غير قائمة. يعني سيد أحمد، سيد أحمد، يعني في هذه البادرة الأولى من قبل الإقليم، هل سيستمر الإقليم بتسليم إيراداته بشكل منظم وحل الملفات العالقة، يا ما أن هذه يعني خطوة وقتية لحل بعض المشكلات والاستفادة بموضوع تسليم الرواتب للإقليم؟ لا نسميها نقطة يعني مرحلة وقتية، لأن الإقليم بحاجة إلى حل هذا الملف، يعني ملف الرواتب وأيضا التزاماته مع الدولة العراقية. في نفس الوقت الدولة العراقية والحكومة العراقية بحاجة إلى تصفير المشاكل بين بغداد وأربيل، يعني هنا ما أقصده، هناك حاجة للطرفين. أعتقد يعني سياسة
المد والجزر والضغط والضغط المتبادل أصبحت غير مجدية، يعني مزعجة للطرفين، والضحية هو المواطن في أقليم كردستان. يعني هذه الآن هناك إدراك لدى الطرفين، يعني أنا قلت لحضرتك هناك رؤى جديدة، هناك أسس جديدة الآن لو تم تطبيقها، أتحدث عن بدايات جيدة تؤسس لي لأساس مستقبلي ومستقر لهذه العلاقة. يعني نحن لا نستطيع أن نستبق الأحداث، ولكنك سيد أحمد، يعني نتحدث عن الأسس الجديدة والاتفاقات ما بين المركز والأقليم، ولكن هل يمكن وصف هذه العلاقة بالعلاقة العكسية؟ يعني سلمني العائدات وسلمك الرواتب. لا، هي الموضوع ليس بهكذا. هناك دستور، هناك قانون للمالية الاتحادية، هناك الموازنة والتزاماتها. لذلك علينا أن نتجاوز يعني موضوع جزئية كما أسميه القط والفأر، يعني يعني أن نتجاوز هذه الجزئية. هناك علاقات واضحة، الدستور العراقي واضح. سابقا كان هناك الخلل من الطرفين، الآن هناك أقليم كردستان العراق ضمن الدولة الاتحادية، الدستور والقانون هو الفيصل. تختلف معي، هناك تفسيرات متباينة من هذا الطرف أو ذاك، هذا الشيء طبيعي، ولكن المساحة المشتركة موجودة. لذلك أنا أكرر كلامي، هذه البداية الجيدة إن تم توظيفها بصورة جيدة، أنا أعتقد ستؤسس لعلاقة اقتصادية وسياسية جيدة جدا مع أقليم كردستان. العراق يسير بخطى جيدة، هناك أهمية وزيادة للدور العراقي المحوري في المنطقة. رأينا الآن العراق جزء مهم في التوازنات الموجودة في الشرق الأوسط، في الشق السياسي، في الشق الاقتصادي. هذه كلها بحاجة إلى جبهة داخلية يعني تخلو من المشاكل. وأعتقد أن العلاقة الجيدة بين أقليم كردستان والدولة العراقية والحكومة الاتحادية في بغداد هي المقدمة لأن يلعب العراق دور اقتصادي واسع في المنطقة، يعني لا يقتصر فقط العلاقة بين بغداد وأمين. العراق جزء مهم في مشاريع الاقتصادية الواعدة في المنطقة، والحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء يسير بخطوات جيدة حتى هذه اللحظة في توظيف كل هذه العوامل لخدمة المصلحة العراقية والاقتصاد العراقي. يعني سيد أحمد، بالعودة للحديث عن ملف النفط والاتفاقات حول تصدير النفط عبر ميناء جيهان والزيارة من قبل الرئيسة التركية الأخيرة إلى العراق، يعني نعود للحديث عن ملف يعني داخل البرلمان قانون النفط والغاز وترحيله مرة أخرى إلى الدورة المقبلة ما بعد العطلة التشريعية. في حال استمرار عدم التوافق على هذا القانون، هل من الممكن أن تعود المشاكل مرة أخرى وعدم الاتفاق ما بين المركز والأقليم؟ نعم، أنا بصراحة يعني أتفق مع حضرتك، إقرار هذا القانون مهم جدا. هذا القانون سينهي الجدلية وسينهي التفسيرات المتباينة فيما يخص يعني توزيع وإدارة الثروات الشعب العراقي المتعلقة بالنفط والغاز. يعني هذا سيحل المشاكل، سيرسم خارطة الطريق، وستكون هناك الصورة واضحة بحقوق والتزامات. ولكن الآن نتحدث عن الواقع الحالي. أيضا في ظل هذه الظروف أيضا هناك ظروف إيجابية. الآن هناك إشراف شركة سومو على الملف النفطي، كانت هناك أمور فنية تم معالجتها بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بحكومة أقليم كردستان. في القانون الثاني كان هناك النقاط يعني التفاهم فيما يخص تراخيص الشركات العاملة في الأقليم، يعني هناك نوع من ترتيب الأمور. بقي الشق السياسي، إعادة تصدير النفط. الجانب التركي تم يعني هناك أكثر من 26 مذكرة تفاهم واتفاقات فيما يخص العلاقة. نعم، إذا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي كنت معنا، شكرا جزيلا لك سيد أحمد. شدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني على ضرورة أن يسند أبناء العشائر الحكومات المحلية في جميع المحافظات. السوداني خلال استقباله جمعا من شيوخ عشائر الأنبار أكد أهمية موقع محافظ في الجهاز التنفيذي للحكومة، حيث يمثل الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية. وبين رئيس الوزراء أن الارتقاء بالواقع الخدمي وتنفيذ المشاريع متوقف على دعم وإسناد الحكومة المحلية لتنفيذ خططها وبرامجها. شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم على ضرورة تغيير الصورة النمطية عن مجالس المحافظات ولابد من ترسيخ أهميتها الخدمية. الحكيم خلال زيارته لمحافظة ميسان أكد أن حالة الرضا الشعبي إحدى أهم مجسات الرضا العام عن النظام السياسي، مبينا أن الخدمات هي الأولية في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي. كما أكد الحكيم أهمية الحفاظ على ميزة الحكومات المحلية باعتبارها حكومات خدمية.
خول محافظ ديالى نائبه الأول كريم علي آغا بإدارة مهام المحافظة، وبحسب وثيقة فإن تخويل الآغا يأتي لإدارة مهام المحافظة لمدة 15 يوما. يأتي هذا بعد قرار مجلس الدولة بإعادة التميمي محافظا إلى ديالى لتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد للمحافظة. رجح تحالف حسم ترحيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب استمرار الخلاف السني. القيادي في التحالف داري الدليمي قال أن هناك ضغطا لإقناع تحالف عزم وحسم والسيادة بسحب ترشيح محمود المشهداني وسالم العيساوي لإفراغ قائمة المرشحين للمنصب. ولفت الدليمي لأن تحالفي عزم وحسم ما زالا متمسكين بمرشحيهم لمنصب رئيس البرلمان الجديد. قدمت كتلة تقدم النيابية طلبا مشفوعا بتوقيع 70 نائبا لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. مصادر نيابية قالت إن الهدف وراء ذلك الطلب هو تعديل المادة 12 لإضافة بند رابعا فيها يسمح بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان بعد انسحاب مرشح حزب تقدم شعلان الكريم للحزب، ومشيرة إن الأمر يتيح للحزب تقديم مرشح جديد ينافس مرشحي القوى السنية الأخرى سالم العيساوي ومحمود المشهداني. ومن جهتهم قلل نواب على الإطار التنسيقي من أهمية الحراك وتعديل النظام الداخلي للبرلمان، لافتين إلى أن الضفر لهذا الملف يستوجب تجاوز قرار المحكمة الاتحادية. واعتبر نواب الإطار في تصريحات متفرقة مقترحات التعديل على النظام الداخلي غير قانونية وتفتقر لشروط التصويت، مؤكدا أن التنافس على منصب رئيس البيت التشريعي الجديد سينحصر بين الأسماء التي تم ترشيحها بالجلسة الأولى خلال الفترة السابقة. أشهر عدة انقضت ولا تزال على سلطة تشريعية في البلد تدار بالوكالة بسبب الخلافات السياسية التي تعرقل أي توافق على حسم منصب رئيس البرلمان. موقف القوى الشيوعية من الاستحقاق السني وانتقادات اجتماع أردوغان مع بعض الأحزاب نقله لنا فقار فاضل في هذا التقرير. ودر قريبة في توحيد المواقف داخل البيت السياسي السني المنقسم على نفسه في حسم اختيار مرشح توافقي لمنصب رئاسة البرلمان الشاغر منذ أكثر من 5 أشهر، فالقوى السياسية الأخرى ومنها المنطوية في الإطار التنسيقي ترمي كرة التأخير في ملعب الكتل السنية. فضلا عن ذلك فثمة حديث عن وجود اتفاق لإبقاء محسن المندلاوي رئيسا بالإنابة إلى نهاية الفصل التشريعي. مجلس نواب حقيقة مستمر في جلساته ومناقشة القوانين وتشريع القوانين، لكن هذا لا يعفي أنه اليوم الذهاب بأنه اتفاق من قبل الكتل السنية لاختيار مرشح غير جدلي لحسم هذا الموقف، وبالتالي نأمل من الأخوة في الكتل السنية طرح مرشح واحد غير جدلي لرئاسة مجلس النواب، ومن ثم أعتقد التصويت عليه في مجلس النواب. خلاف ذلك أعتقد إذا كان أكثر من مرشح أكيد ما راح نتوصل. ومع سيل الانتقادات حول اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع القوى السنية لمناقشة أزمات داخلية، فترى الأوساط المراقبة بأن حسم منصب الرئيس يحتاج إلى قرار سياسي عراقي موحد لإنهاء الانسداد الحاصل في السلطة التشريعية. المشكلة لا زالت عالقة في داخل البيت السني، البيت الشيعي لا اعتراض لديه على أي شخصية، سواء كان هناك بعض الاعتراضات على السيد شعلان الكريم، وبالتالي عملية بقاء رئيس مجلس النواب مقعد رئيس مجلس النواب شاغرا بصراحة يؤشر إلى خلل كبير داخل المنظومة البرلمانية، وهذا الخلل يولد عنه إيقاف تشريع القوانين وإيقاف الوصول إلى تفاهمات كبيرة. وقد تنعكس تجاذبات القوى السياسية المختلفة وعدم وجود توافق واضح حول الشخصية التي ستتولى منصب الرئيس على مستقبل العملية السياسية، ولا سيما بالقضايا التي تحتاج إلى تفاهمات مشتركة مع كل موسم انتخابي في البلاد. من بغداد فقار فاضل، الرابعة. جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني إصراره على مقاطعة انتخابات الإقليم البرلمانية لحين تغيير الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية.
عضو الحزب إدريس شعبان قال إنه حتى لو تم تأجيل الانتخابات فإن حزبه سيبقى مقاطعا، وأشار إلى أن حرمان المكونات من حق ممثليهم في برلمان كردستان قرار ظالم، داعيا إلى تعديل هذه الإجراءات قبل الحديث عن عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة. عضو حزب العدل الكردستاني رام محمد أمين شدد على رفض حزبه تأجيل انتخابات برلمان كردستان لأي سبب كان، وقال أن تأجيل انتخابات كردستان تحت أي ذريعة هو انتهاك واضح وصريح للعملية الديمقراطية، مضيفا أن برلمان الإقليم معطل ويجب احترام المواعيد القانونية للانتخابات. أكدت لجنة النزاهة البرلمانية وجود عمل مستمر وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الأموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها. عضو اللجنة غريب المرادلي قال إن هناك جهود حقيقية من قبل الحكومة وهيئة النزاهة من أجل استعادة أموال العراق المهربة جراء عمليات الفساد، لافتا إلى أن العراق يمتلك علاقات دولية جيدة يستطيع من خلالها تتبع أمواله ومتابعة المطلوبين لديه. استهانة بحياة الناس ومغالاة بأسعار المشتريات وملفات أخرى كانت كفيلة لوزير الصحة بإعفاء المخول بإدارة صحة نينوى. تفاصيل الإقالة وما تعانيه مستشفيات المحافظة نتابعه مع مراسلنا هناك عمر القاسم في هذا التقرير. ملفات كثيرة أطاحت بالمخول بإدارة صحة نينوى والذي تسنم المنصب بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إصرار على تثبيته بالأصالة بحسب مراقبين. إرجاع 13 مليار دينار إلى وزارة الصحة والمغالاة في أسعار المشتريات ورداءتها كانت أبرز الملفات التي أصدر على إثرها وزير الصحة قرار إعفائه وتوجيه مجلس نينوى بترشيح بديلا عنه. إرجاع مبالغ إلى بغداد ومنها سوء الإدارة ومنها استحداث بعض المناصب والفروع والأقسام داخل دائرة الصحة المحسوبية والمنسوبية، استغلال المال العام، كل هذه المواضيع كانت وراء إعفاء السيد الدكتور منصور المخول بصلاحيات مدير عام نينوى، حيث كانت هناك الكثير من حالات التذمر بين أهلنا في هذه المحافظة عن الواقع الصحي. ويصف أعضاء في المجلس المحلي أداء المخول بإدارة صحة نينوى المقال بالاستهانة بحياة سكان المحافظة من خلال تقديم خدمات طبية توصف بالسيئة. كان المخول بالصلاحيات قد أثر سلبا على أداء مديرية صحة نينوى، وهذا أثر سلبا على حياة المواطن واستهانة في حياة المواطن. وتعاني مستشفيات نينوى من نقص حاد بالأجهزة الطبية للأمراض الخطيرة والعلاجات والمستلزمات الطبية، هذا الأمر يكلف سكان نينوى مبالغ تفوق قدرتهم من خلال التوجه صوب العيادات والصيدليات الخارجية. مستشفيات والواقع الصحي في محافظة نينوى متردي جدا بسبب النقصات التي هي لا تتوفر في المستشفيات، يعني أبسط الأمور لا يستطيع المواطن الحصول عليها في المستشفيات، فيضطر للخروج وشرائها من الصيدليات الخارجية. وعلى الرغم من النقص الحاد في الخدمات الطبية والعلاجات وأجهزة علاج أمراض السرطان، إلا أن سلسلة الشخصيات التي تعاقبت على إدارة الملف الصحي في نينوى لم تجد حتى الآن حلولا مناسبة. من الموصل عمر القاسم، الرابعة. تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات في قضاء الصادق شمالي البصرة أمام بوابات الحقول النفطية لليوم الرابع على التوالي، ويطالب المحتجون بالخدمات الأساسية ومنها المياه الصالحة للشرب وتوفير مؤسسات صحية وتربوية لأهل القضاء الذين أصيب أغلبهم بمرض السرطان والعجز الكلوي بحسب قولهم، فيما هدد المحتجون في حال باعتصامات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. جماهير قضاء الإمام الصادق منذ أيام، والاعتصام مستمر منذ أيام على بأربعة أيام تقريبا على التوالي. مطالبنا بسيطة جدا، هي خلية أزمة من رئاسة الوزراء لتقييم وضع القضاء وإعطاء حقوق الناس لا غير،
لا توجد مستشفيات، لا توجد واقع صحي مرير في قضاء، مدارس لا توجد، شوارع منظمة لا توجد، مجاري لا توجد. باختصار القضاء متدمر من الأمراض السرطانية. في جميع البيوت هناك مرضى سرطانية وحالتنا مزرية جدا. احنا الآن في قضاء صادق تحيط بنا آبار النفط من كل جانب ومكان. هذا الذي جنيناه الأمراض السرطانية، الفشل الكلوي، بعد جنينا سوء الخدمات. قضاء تعداده 200,000 نسمة لا يوجد فيه مركز، لا نقول مستشفى، بل مركز صحي متكامل نموذجي. أيعقل بأن قضاء تعداده ما يقارب 200,000 لا توجد فيه بنى تحتية؟ طلبنا سهلة، الأول مشيتوهن بدلتوهم، الثاني تعالوا لينا حطونا مستشفى، وهاي الشباب العاطلين عن العمل مشوهم. يعني شاب بالشركة مثل الذبة راتبه 500,000، يعني النفط حصلتنا بس الدخان. عمي قالنا بس الدخان، قالوا لنا على مود انضم بعلاليك، بعد انضم بعلاليك قلنا بالدخان. وهاي هي كل احنا مرضى، نبشركم يا الحكومة. بالنسبة ان هنا نبغى نجيب ماعيننا وعوائلنا ونسوي هنا، بعد هنا نحتصن. هاي المرة رايحين كل ما نجيب عائلته وخيمة. كل متطلباتنا نريد مراكز صحية تليق بهاي الإنسان. عندنا فشل كلوي، عندنا أمراض سرطانية، وعندنا إضافة للمياه هي الإسالة حيل تعبانة، مياه يعني غير صالحة للشرب، جاي الناس تصير بها أمراض بسبب المياه. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي أن وزارته تعمل على إقامة شراكة دائمة مع الجهات القطاعية الأخرى لتحقيق الأهداف التنموية في البلاد التي تكون معززة بالبحث العلمي. العالي والبحث العلمي تعمل على وفق خطوات منتظمة وتتكامل مع المؤسسات القطاعية لتحقيق الأهداف التنموية وتلبية مستلزماتها التي تمتد حتى عام 2030، ومراعاة المتغيرات والتكيف مع الظروف وتدليلها من أجل ضمان التعليم المستدام والصحة المستدامة وأداء المسؤوليات تجاه المجتمع وتعضيد الأهداف الاستراتيجية والانطلاق بها نحو الشراكات العالمية، حتى يكون المجتمع العراقي ومؤسساته قادرا على حماية بيئته وتطوير موارده في آن واحد. أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري إطلاق المدرسة الحكومية الإلكترونية. الجبوري قال إن المدرسة تعد أهم مشروع تربوي تسعى فيه لتحقيق أهداف الوزارة المستدامة، كونه مشروعا واعدا يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج والفئات الأخرى التي لم تحالفها ظروف الحياة لإكمال الدراسة وتزويدهم بمهارات المجتمع العلمي والمعرفي. التربية هذا اليوم مشروع المدرسة الحكومية الإلكترونية واحد من المشاريع المهمة والرائدة التي نأمل من خلالها أن تعزز تجربة التعليم المدمج الذي يساوي بين التعليم بشكل الطبيعي وكذلك التعليم الإلكتروني. هذه الخطوة فيها أهداف كبيرة وكثيرة. وزارة التربية سعت إلى أن تنوع بالتعليم وتوفر مناخا دراسيا لطلبة الخارجي وكذلك طلبة الانتساب. هذه المدرسة فيها الكثير من الفوائد، أولها أنه يتوفر جانب الموازي للتدريس الخصوصي، وبالتالي تحد من عنده بشكل كبير، تربط الطالب أيضا بالمدرسة، إضافة إلى أنه هي تقلل من نسب التسرب بالنسبة للطلبة التاركين، لأن هناك تشجيع لفئات معينة بشكل مجاني بالتسجيل. التسجيل بالمدرسة الحكومية الإلكترونية بدأ من يوم 1/4 لهذه السنة 2024 للسنة الدراسية القادمة 2024-25. المدرسة الحكومية الإلكترونية هي عبارة عن تطبيق لمدرسة افتراضية تحاكي المدرسة النظامية بكافة تفاصيلها ما عدا النظام الحضور والانصراف والأبنية. تعتمد المدرسة الحكومية الإلكترونية على مبدأ التعلم عن بعد عبر الإنترنت. المدرسة الإلكترونية الحكومية سوف تقدم محتوى علمي متكامل لكل الطلاب ابتداء من مرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية وكذلك التعليم المهني
والتي تستهدف طلاب الخارجيين وطلاب الانتساب وكذلك الطلاب المتسربين من الدراسة. شرعت وزارة النقل باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتجاوزين على حرمات السكك الحديدية بعد تسجيل سلسلة من حوادث الاعتداء على القطارات. وفي بيان أكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع المتجاوزين على خطوط السكك الحديدية ومحرماتها بالتعاون مع مديرية شرطة السكك، ومضيفة أنه تم إرسال تحذيرات وإنذارات إلى المتجاوزين بهدف الحفاظ على المحرمات وضمان سلامة سير القطارات. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة قرب إنجاز مشروع تأهيل طريق مدخل بغداد ديالى. الوزارة في بيان قالت إن المشروع الذي تشرف على تنفيذه دائرة الطرق والجسور تجاوزت نسبة إنجازه 93%، مبينة أن العمل شمل فرش الطبقات الإسفلتية 3 للطريق والتأثيث والأسجة الوقائية والتخطيط، بالإضافة إلى وضع لوحات الدلالة الإرشادية والتحذيرية مع إنشاء 3 مجسرات وجسرين للمشاة على مسار الطريق. عرقلة بحركة السير وامتعاض شعبي، هذا ما خلفه التلكؤ بإنجاز مشروع مجسر الإسكان في ذي قهر. سوء التخطيط وغياب تنسيق بين الدوائر المحافظة، وثقته لنا مراسلتنا هناك نور صادق في هذا التقرير. أكثر من 10 سنوات مرت ولا يزال مجسر الأسكان في ذي قهر يراوح في مكانه ولم يحقق إلا نسب إنجاز متدنية وإهمالا وتلكؤا. بعد أن توقف العمل بهذا المشروع التي سبب تأخر إنجازه عرقلة في حركة السير وتذمرا من قبل المواطنين نتيجة عمليات الحفر، الأسكان وضعيته تعبانة، تضررنا حيل تضررنا، يعني هل جاي شوف أشوف عينك تقريبا صار له بال 11 سنة أو 10 سنوات، ما أشوف به أي إنجاز، ما أشوف به. أو لو تطلع شباب مظاهرات، يعني جسر باوع الله عليك، انت جاي شوف هسه 3 عمال جسر عالمي، 3 عمال ما صير. والله قصته صارت مثل قصة يوسف سلام الله عليه، صار له 11 سنة جسر نفسيته، ماكو أي شيء، ماكو أي تقدم بالبناء مالته، يعني المحجر مالته صار تقريبا 2 شهر من اشتغلوا به، نفسيته انت هسه شوف اكو به تطور من المقاول للمقاول، ونفسيته نفس الترابة طسات، احنا كسواق سيارات الحمل والله العظيم متأذين. هذا المشروع الحيوي المهم الذي يربط المحافظة بالأقضية ومحافظة البصرة لا يزال في مراحله الأولية رغم مرور سنوات على انقضاء المدة التعاقدية. مواطنون ناشدوا الجهات المعنية باستئناف العمل في هذا المشروع الوزاري أو إيجاد البدائل المناسبة لإنهاء معاناتهم. فيما يخص مشروع مجسر الإسكان، تم عقد اجتماع قبل عدة أيام بحضور وكيل وزير البلديات أثناء زيارته للمحافظة، وتم مناقشة هذا الموضوع، سبب التلكؤ اللي طبعا سبب لنا كثير من المشاكل كحكومة محلية من كثرة الازدحامات المرورية، الحوادث وغيرها. الصراحة تم حل بعض الإشكال في الفترة الماضية، كان هنالك عدة تعارضات لدائرة كهرباء ذي قهر، تم رفع هذه التعارضات بسبب سوء التخطيط وعدم التفاهمات بين دوائر المحافظة ومواقع استثمارية منحت سابقا حالة دون تنفيذ. مجسر إبراهيم الخليل وسط الناصرية يضاف إلى المشاريع المتلكئة فيها. مليارات صرفت على هذه المجسرات ولا تزال متلكئة، الحكومات المحلية المتعاقبة غير قادرة على إنجاز هذه المشاريع منذ عقد من الزمن. دعوات شعبية بترك الوعود والبدء بالتغيير على أرض الواقع. من ذي قهر نور صادق الرابع. حضور وطني ودولي ولأزمة الجفاف حصة الأسد. بحث المؤتمر العلمي في النجف الأشرف بحث الحلول لمشكلة شح المياه وطرق تقليل الاستهلاك وتدخل الوزارات في هذا الصدد الذي سنتابعه مع مراسلنا في المحافظة تحسين الشيخ.
تقاسم الضرر بين الدول المتشاطئة وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمياه وتقليل الآثار المترتبة على التغيير المناخي أهم المخرجات المؤتمر العلمي والأكاديمي الذي عقد في النجف الأشرف وبحضور وطني ودولي لمناقشة مشكلة شحة المياه وإيجاد الحلول المناسبة لها. الحكومة، الأساتذة، الأكاديميين، الخبراء، منظمات المجتمع المدني من طرفين، وبالتالي يفسح المجال لمناقشات فنية وعلمية ويحاول أن يجد المساحات المشتركة بين الاثنين ويركز عليها. هذه ساعدتنا كثير في تفهم جملة المشاكل، وبالتالي الأطراف المشاركة في هذه الاجتماعات أطراف مؤثرة على القرار السياسي في بلدانا. الملتقى شارك فيه باحثون متخصصون من دول عربية وإقليمية، تناولت أطراف الأزمة والآثار المترتبة على نقص المياه وإيجاد البدائل التي تقلل من استهلاكها عبر الوسائل الحديثة المعتمدة عالميا. ما هي الخطوات والإجراءات التي يمكن أن نقوم بها للحد من أثر هذه التغيرات المناخية على مواردنا الطبيعية سواء كانت في مجال المياه أو الزراعة؟ فأكساد لدي خبرة طويلة منذ تأسيس عمل على تطوير الكثير من التقانات التي تخفف من أثار التغيرات المناخية، إن شاء الله سنعرضها في هذه الورشة للاستفادة منها. العراق بات أكثر الدول المتضررة من شح المياه نتيجة التغيرات المناخية، لذا باتت مثل هكذا مؤتمرات تحظى بأهمية كبرى من قبل الجانب الحكومي الذي يسعى عبر الوزارات المتخصصة إلى حل معضلة شح المياه. وزارتنا أشرت موضوع الشحة المائية في العراق وأهميتها وأهمية العمل عليها، وكذلك لدينا في وزارة البيئة برامج لقياس ومعرفة التلوث المائي، ولدينا صورة كاملة عن موضوع التلوث الناتج عن شحة المياه. شحة المياه في العراق هي لديها أسباب عديدة، من عندها هي سياسات دول المنبع الحقيقة والسدود اللي أثرت على العراق وعلى كمية المياه الواردة إلى العراق. الموضوع الثاني هو موضوع الإدارة، والموضوع الثالث اللي تفاقمت به مشكلة شحة المياه هو موضوع التغير المناخي. أزمة المياه المتفاقمة في البلاد والمنطقة بسبب ظروف المناخ قد تجد طريقها للحل إذا تكاتفت الجهود من الجهات المعنية، ومثل هكذا مؤتمرات علمية أكاديمية تضم في طيات بحوثها حلول ناجعة. تحسين الشيخ الرابعة، النجف الأشرف. حذرت الفصائل الفلسطينية من التداعيات الكارثية والإنسانية وانفجار يهدد الأمن القومي في المنطقة إذا ما أقدم الاحتلال على اجتياح مدينة رفح. وذكرت الفصائل في بيان أن الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي يتحملان مسؤولية أي عملية اجتياح بري لرفح، محذرة من انفجار يهدد الأمن القومي للمنطقة بأسرها والمصري خاصة، إذ أصر الاحتلال على اجتياح المدينة. كشفت وسائل أعلام الاحتلال عن وجود حراك للدفع نحو صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وبحسب وسائل الأعلام فإن مجلس الحرب، المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع سيجتمعان لبحث الخطوط الرئيسة نحو صفقة جديدة لتبادل الأسرى، فضلا عن العملية العسكرية المحتملة في رفح. ومضيفة أن المبادرة الجديدة أعدها المستوى المهني المتمثل بالجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات وجهاز الأمن العام. بثت كتائب القسام فيديو لأسير إسرائيلي محتجز في غزة يندد فيه بإهمال حكومة الاحتلال للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه. خلال المقطع المصور بدا الأسير الإسرائيلي يائسا من جهود حكومته في التوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية. نختفتي بشفيل أكتوبر ومصيبة بخنيون غيم. יצאתי לבלות עם החברים שלי ובמקום מצאתי את עצמי נלחם על חיי עם פציעות קשות בכל הגוף אחרי שניסיתי להגן בגופי על עצמי ועל עוד אזרחים מפוחדים, כי לא היה מי שהגן עלינו באותו היום. בנימין נתניהו ממשלת ישראל, אתם צריכים להתבייש בעצמכם. שהזכרתם אותי ועוד אלפי אזרחים באותו יום ארור. אתם צריכים להתבייש שכמעט 200 יום אנחנו נמצאים פה וכל ניסיונות החילוץ של צה"ל כשלו. אתם צריכים להתבייש שהפצצות חיל האוויר הרגו כמעט 70 חטופים כמוני. ואתם צריכים להתבייש ששוב ושוב
כל עסקה שעולה על השולחן, אתה והממשלה שלך שוללים. أعلنت القوات اليمنية استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي. وقال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة حربية أمريكية وأخرى استهدفت سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي وذلك بعدد من الطائرات. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة ميرسك يورك تاون الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، فيما نفذ سلاح الجو المسير بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة أمريكية حربية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الأخرى سفينة MSC فيراكروز الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الأكبر منذ سنوات مداهمات أمنية واسعة في منطقة البتاوين واعتقال شبكات للمخدرات والجريمة. خطوة لإنهاء الخلافات، كردستان تحول وارداتها غير النفطية للمركز والبرلمان ينتظر جداول الموازنة. الخلافات ترحل انتخاب رئيس البرلمان للفصل التشريعي المقبل وحراك لتعديل النظام الداخلي للمجلس. شهداء بقصف إسرائيلي في رفح، احتدام المعارك وسط غزة والاحتلال يناقش صفقة تبادل الأسرى. ختام النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.